كافة التيارات الإسلامية وكافة التيارات الوطنية لدعم الاستقرار ودعم نعم للدستور من أجل استقرار مصر. سنوات لعمليات إرهابية وعمليات إجرامية، عدد سنوات لعمليات إرهابية وعمليات إجرامية، عدد سنوات لعمليات إرهابية وعمليات للخروج من هذه المرحلة الصعبة. نوجه الدعوة لكل شباب الإخوان المسلمين، جماعتكم أصبحت جماعة إرهابية، عليهم البحث عن بديل أفضل، محب لمصر، محب لدينه، محب لوطنه. بنوجه تاني لكل التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة، بنقول لهم إحنا أصحاب أكبر تجربة في تاريخ الحركات الإسلامية، أكبر ناس وجهوا العنف في الثمانينات والتسعينات كان تنظيم الجهاد اللي إحنا منبسطين منه. بنقول لكم يا جماعة ابدأوا من حيث انتهى الآخرين، ولا تبدأوا من حيث بدأ الآخرين. بنعيد لكل التيارات الإسلامية انضموا إلينا، انضموا إلى نعم لاستقرار مصر.